أيها الأحبة الأفاضل، من أسباب الحقد كما تحدث عن ذلك أهل العلم المنافسة. وحين نتحدث عن المنافسة نتحدث عن المنافسة في أمور الدنيا، المنافسة عن في الدنيا، أما المنافسة للأمور من الآخرة يمازس ربي سبحانه وتعالى. إن نغوى في ذلك فليتنافس المتنافسون. من يتمنافس ذي الأمور من الآخرة، لو أننا يسارع بعضنا إلى أمور الآخرة ويتنافس مع إخوانه في أمور الآخرة لسعدنا أيما سعادة، ولكن للأسف نقرب الميزان ذور المنافسة للدنيا، ذور المنافسة ذي الشهوات من الدنيا، تدور المنافسة في أطماع الدنيا، تدور المنافسة على كراسي الدنيا، تدور المنافسة على شهوات زائلة. رب سبحانه وتعالى ومذا نغسر خل الآخرة إن نغسارعوا إلى جنة، إن نسابقوا ذي الآية نغني يومين نغسر خل الدنيا من نغينا، إن نقول سيروا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سيروها الدنيا وياها شوي شوي، الدنيا مش غير شوية عليك. أرى نقسم الكرب سبحانه وتعالى بأسباب يسيرة سيصلك. المقسم عند الله عز وجل من الرزق مكفول، تكفل الله عز وجل بأرزاقنا. أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. سمعتم مني هذا الحديث مرارا وتكرارا، واؤكد عليه كلما جاءت فرصة للتأكيد عليه، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، والأمر إذا تقرر في الأذهان والقلوب جعل سياجا لأصحاب القلوب الطاهرة النقية وأصحاب العقول النقية، جعل لهم سياجا بينهم وبين الحرام وبين معصية الله عز وجل. ملت رب سبحانه وتعالى يفضى ذي الأمور من الدنيا، ذي مين دان غيوك شرب سبحانه وتعالى ذي الدنيا، ذي الأرزاق من الدنيا. طب رغي خرط سيدا بيجن وان تمور أس خمسين ألف سنة، أس خمسين ألف سنة غي مسر من مغان غشان رعقر لغلا، أخمسين ألف سنة غي نيت مسد عان خش بان تمورة، أخمسين ألف سنة غي عادة تسريح نسخ شوائي جي، أخمسين ألف سنة غذني الجنايز نسي عادة ثاوان يعادة ثاوان نس في جيث مزل والدين خ الدنيا خمسين ألف سنة زقامي قبر غي خرق سيدا بي جنوان تمورة خمسين ألف سنة يفضى ذي الأرزاق النق يفضى ذي من غنش ذي من غنسوذ ما غان غيرين شي حنجان ما غان غتيرين شي ما نريد التواجه ما نريد البوبريثن ما غان غيرين حنجان وها ما يحنجان تحنجيرين ما يفضى ليس ربي سبحانه وتعالى. الرزق مكفول، فلما الطغيان من مربع يوذن يطغى؟ إن الإنسان لا يطغى لأجل الدنيا، أو يوذن يحقد خيثمس لأجل دنيا. والحديث الآخر الذي كررته من على هذا المنبر مرارا، الحديث ذي الجج النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي نفسي بيده لا الفقر أخشى عليكم. حقول نغد جرع مارين وبفوسنس ما بقض خومة ميسارية ولا بقض خومة مفمس الجوع ولا بقض خومة بقمن عديس النوم خوان، لا إمن خان غفقذ يا رسول الله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. روح شغل محاكمة تزام كنو تزارم كتازي من زارمش أوزوس ذي الأسباب من العداوات جنجا فاميليا الأغلبية وجبهم مرة، ولكن الأغلبية أتف أمور الدنيا، أتف الأمور من الدنيا.
فلذلك المنافسة على أمور الدنيا مما يورث الحقد في القلوب، ومما يملأ القلوب غيظا، ومما يزرع الشحناء والبغضاء في القلوب. يقول الإمام الأبشيهي رحمه الله في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، وهو يتحدث عن سبب ثان من أسباب الحقد، ألا وهو المزاح. بعد المنافسة على الدنيا زي الأسباب يتجن الحقد قرون تقصهني ويضبي عني، تقصهني يفرخ لحدود الشرع، تقصهني وغاجبو فراي الشرع، مش ندير غير نغوم حق القصه، غوم حق الدحشم، غوم حق ديري المزاح بين جارو مكتم غاري نومك تاون نومك الدكر نومك الفاميليا نوم، شين دين غوبا غيوما بوس وش كانت نيات وها، نشي ندير غير نغر حق حق ماني ما، نشي ندير نغ إديوي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم تغيت قصارك للصحابة، بل الصحابة تغيت قصان رنهني تغضحشن، وهو الذي أضحك وأبكى يقرب سبحانه وتعالى. المنهي عن الكثرة، أمن إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي ولا تكثر الضحك، لأبي هريرة، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وقد مر معنا هذا في كلام في الكلام الذي كان حول خطبتين عن المزاح. تقصه ويضبي عن شي ما انت شان تقصه وخسر رضب عن قصان مزيغن تنيد السبب يتجن تنين مع شان سنوات تمصفرقا اجني شاره ونغني نغتني يتجن ثمغات شارها يزنز نغتني يتجن ربعاتين يا يزن شاره انت مغاري نسن نغتني يتجن أبقوري شارها أبقور نس نغجاري شار ما يمي يقار شوي السن من دي صفوز قمم قد قصه ذيس وذيس قد قصه ذيني جنحاش تقصه ذيني جنحاش يعلو الحدود يعلو الحدود مغرب ذي الإنسان يتقصار كذب نادم يقارس قش كذ الزير ثواها ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقصه من صغير يقص الحريس يني مش يوغين شك مش تقصه كيكواها مش تقصه كيكواها وش اش كتوفن وش اش كتقص جرحات سبحان الله سبحان الله يصفه بحيوان سيدار بكرمي انت يا ريت زير هي قرص قد قصة غكيك نغدا يزي قاري هي ثمغا هنس يقرص ما يمي قاشم شم الزير هذيشتن قاشم وافيه يمي قاشم الزير هذيشتن خميدة صغي قصر حالة سيني وصاف اني غمزين ومور وشي قصة مرحل نغدا مغاثة نستيني واي اشك الشماء تاوها خميدة صغي قصر حالة سيني واني غشا زين ومور يشي صاف وشي يوضي شرحال وش تتقصى تاني تحباب الكرام تواجب التقصات ثاني تواجب التقصات لا شرعا ولا عرفا ولا خلقا عماس لذلك قال الإمام الأبشيهي رحمه الله للكتاب أنس المستطرف في كل فن المستظرف قال المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الإيمان والود تقصهني ويضبي عن لذلك الانسان يخسر يتك شويت مفري اريتك شويت وغابر اريت غابر شويت اريتك شويت الوساخ من ذي الصفوغ زقمو من الناس يجي نحاش قبرتي ديني تسير سنس اتي صدوا ذي عقر الناس مليح اتي صدوا ذي عقر الناس مليح شي ما تفضر بعثن الابناء اوريت غصدارك ذي الدكر الناس ذي القهوة غصداري ذيك الباباس ديما ما سوسميلا سيتغير قع واسمع انه ما ينبغي هذه تغسط تقنين راد حتى القهوي الا ولكن للاسف بلغ من المسلمين بهم هذا المبلغ. ثم زي اسباب الحقد احبابي الكرام باش تفضحهم طويل شيء الطز زي اسباب الحقد فوات امر دنيوي من يد الانسان الى الاخر خمني غيري الجن يزور يوض غيجنا المكانة الجن يزور يوض غيجنا المركز نغي الجن يزور يوض أذي حقق شن حشتني غادي يوي شن حشتني غادي يسجن إلى آخره إذا به خزادي حشتني
واذا استوسي شيء انت تروح احد النظني ذا الوظيفة نغض المنصب نغض اي شيء نغض حنجات تغيوز دون تخضب نغض اي شيء. الخلل من يجح باب الكرام؟ الخلل هو انه مازال عدوانه من سيجن حشف قانس المكتاب اذا سنقان الشين استمازيخ يعني يجن حشف مجش تبايه وجوري تغيكسم يعني ملك تبايت ربي سبحانه وتعالى ينوزع رزقينه وجوري تغيكسم ما روى تكتب ربي سبحانه وتعالى والله ما ترينه يمرسي أخس مال الدنيا. لذلك يقول أحد السلف إنش نظرت إلى الدنيا فوجدتها شيئين اثنين شيء لي وشيء لغيري فما كان لغيري ما كنت لأبلغه بحيلة السماوات والأرض ويمنع رزق غيري مني كما يمنع رزقي من غيري. سيوذا تغي فهما تخزيوذا نغاد تغى شوية نرباري الصفاء يوذا تغي وزنا إنش الدنيا إيش تزيثنين إيش تينو إيش توجبوينو الحاش يوجبونين وذيتي كتب صدار بينش قال الله ما تيرينو غي ما رقعد غرج النهوي. كذلك ما مش سي ربي يمنع الحاجه النظني غاري الطول كذلك الحاجتينو وترحبو غحد النظني. فلذلك احباب الكرام يتغيما انه ثاني ثاني جن طوا زيد طوا زيد ورا نلحق لان ما منها غير يقر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالترمذي الحديث الذي ذكرته انفا اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك إن ذا يستقبر النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. غرض يرضى الإنسان بما قسمه الله له أذي عيش يا رحف أذي عيش رهنة أذي عيش في أريحية أذي عيش للصفيت تمورك بيهمس من الجن إبليس عليه من الله ما يستحق من الجن رمي عاد آدم عاد ينغن الشين مرة من الجن رمي يوزو هذا نغيسك مرة خوات هذا نغيسك خوز جيب مرة ما يمي سن ما يمي لأن تو غيتراجع يجن المكانة يتراجع يجن المرتبة هذا يسيري إن كم إذا يسيك ربي سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وياضي أنا خير منه شخي عزيز أنت غيرين دي أنت من اللي نغيرين أنت ما يمي شخي عزيز إيوا يوم بعد حقد على آدم وحسد آدم وتكبر على آدم وحقد على ذرية آدم وحسد ذرية آدم وتكبر على ذرية آدم أن يتخسشت نظني إن ربي سبحانه وتعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حقش من ديني هل قضية جارة إبليس من تعنا السبب من العداوة ذي الحقد من يعني وأنه تغيز جن المكانة إجريس ربي سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. لذلك يقول أهل العلم قال وهذا الغليان الشيطاني هو الذي يضطرم في نفوس الحاقدين ويفسد قلوبهم. أيها الأحبة الأفاضل هذا سبب أن الإنسان خمني تورش نحش تروحاس تشعل يستمسين الحقد. السبب النغني من يعني هو الغضب. الغضب وقد مر معنا قول ابن حجر في الزواجر عن اختراف الكبائر حين قال الحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب. الغضب أحبابي الكرام الغضب مما يورث الحقد وخمنين نصور خل الغضب تجي خيق منين تمينوت اثنين مينوت لا لا نصور خل الغضب بمعناه الحقيقي. الغضب تجني وذن تعادني الجنون مغني الغضب غي الجن بنادم يتعادى ونغني نغي تخيق خاس عام عامين ترت سنين زكي جنها مخيقني الناس يجمع ورا تجيبو دوني. الغضب يصفوغ بنادم خل مشاعر الغضب يصفو غن بنادم خل احاسيس الغضب يتجان بنادم يتلفظ باقوال ما ينبغي ان يتلفظ بها. الغضب يتجان اربعه نيوذا تقرشن تصرفات واتجيبو التني واطري عين شاء.
الغضب السك وذي ونقني الجنون مضني. وحدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ثنائين الجن يخيق هو نظري وكثير سقابو ينغي دواد الغضب يخن السور الغضب ونتا أكبريان ومن قانشين قي خيق قي عصب قانا ونتا يزرع الحقد، يزرع الحقد في نفوس الناس. لأنش كي الجن خميني يغي خيق شدي درج دي غضري ورن مره قد نخوذ را الله على ما بيفسي إيوارن عمص واحد سريد دي الحياة نشي نش نتا أشي كوارا داش يوضر التصير داش يوضر العائل يمكن أشي يوضر أضي يوضر تمغاث يمكن أضي يوضر. بالله عليكم من زيت عما وور منيتا يغيسر المرض قال المصطلحات فينا من زغي عما وور نجن بدعوى الغضب يجلس يجلس شم تصرفات واجدت اني يكثيث اني غي سبت سبيطان الى اخره. يقول الامام النووي رحمه الله في كتابه الاذكار قال والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب واذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما. غار دير الغضب يتوقع الحقد سامحة قال شقوى سريد من أينا أو ذاك النيون عذر شقوى سريد من ديقة أو ذا نخيل ما شمنا نخيل قيو سيد غهوة أنت ده مس من أي خدم ذاني. ما الذي زرع هذا الحقد أحباب الكرام؟ هذا الغضب وهذه الخصومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري وغيره حين جاءه ذلك الرجل يقول له يا رسول الله أوصني وصي يا رسول الله وشايش توصيه ذي تنفع وصيف من غير نفع إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وتخيق شاء سواخ الغضب تقيشن الرواية يكس جهة نفوس وصي الناس لا تغضب يكس جهة نزرمض لا تغضب يكس غلف الناس لا تغضب. في رواية خارج الصحيح الناس لا تغضب ولك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم تغيتش يصف الدواء لكل داء ويعطي لكل إنسان ما يلزمه وما يفيده ونتاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وثني تظل وصية الأمة مرة لأن الغضب الصدق والغشن تمسرين لا تحمد عقباها. لأن الغضب الصدق والغشن تمسرين تغويت رجل الإنسان غاصم فيه. لذلك وجب على الإنسان أن يقضم غيظه وأن يضبط أموره وأن يعرض نفسه على ضوابط الدين لينضبط بها حتى لا يوصله هذا إلى ما لا تحمد عقباه. الغضب أحبابي الكرام من دين نزل أسباب من الحقد. من أسباب الحقد الظلم، ويا لها من كلمة. وحين يسمع هذا المصطلح تقشعر له الجلود. مجرد سرد وها الظلم، مجرد سرد قبل هذا المظرمنت، مجرد سرد اللي قبل هذا ميوذ فرح بس ظلما، مجرد سرد اللي قي ظرميت ويستسغح مس، مجرد سرد اللي قي ظرميت، مجرد سرد اللي آور وها. هذا سأعوذ بالله، نعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من الظلمة، ونعوذ بالله من أعوان الظلمة. الظلم إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم إذ إن رب سبحانه وتعالى للحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم إني تيممش غير قذي حب يجن الجن يظرميه. وش مني غير ظرمني الجن أتي يصير في رحبس أتي يفغ أتي يحب إلا ما رياز قصار بشن الإيمان يقوى التصيدة بني رزيز إلا إن عصمه ربه من فوق سبع سماوات وعصم قلبه. مش نوان سيور بخل استثناءات وإنما نسور خلحالة خلحالة العامة. قال إنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ومرة ثانية تجربة ذا الاستقراء
مروا الأغلبية الغالبة وإن غي توضر من زي شني الجن يتغي ما يعقر خاس من غي كي يتقرش عما سادش تتغم إذا يضرم. لذلك أحبابي الكرام الظلم من أسباب الحقد، كذلك الاحتقار، الازدراء، الاستهتار بالآخرين. شكي الإنسان يخقف ربي نفخ فيه من روحي، أي كاربث ربي سبحانه وتعالى إن ولقد كرمنا بني آدم أديسون نغني ذمي سنتسع شوار أنت أذي مثل ذي خرق ذي قندرة شنتك الشاوين ذي قندرة أنت خميثي ضغي وين خسز جلد سيني جنازته رجل يموت مسكين نغ مسكينة أذي احتقري ودان أذي حسبي ودان تشرفين انت جندر غموها أذي حسبي ودان دي بعرشان انت جندر شمرر وها أذي حسبي ودان دوالو انت يعرن وها أي ذنب بعد هذا وأي قبيح بعد هذا وأي شر بعد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه وذي البشر من الشر أفيوض بن أذن مرغي استعلق يتمس ذي السعقاء يتمس أذي حسب يتمس ذوالو أذي حسب يتمس مرة وفهم غانتي فهم مرة وتغري غانتي يغرين مرة وتنبوذي ديان غانتي جند ديانية مرة وتلف الجنة غانتي غيث الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلذلك ازدراء الناس واحتقار الناس مما نهى عنه شرعنا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أعاذني الله وإياكم من الظلم وأعاذني الله وإياكم من الاحتقار وأعاذني الله وإياكم من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.